الحلقة الثالثة جاهزة، عايزينها. احنا طالبينها، ضربناهم في 28 وضربناهم يوم الثلاث اللي عملت ثورة 8 يوليو اللي لسه الاعتصام شغال. ناقصنا الضربة الأخيرة عايزينهم، وبقول لكم افتحوا لهم، اعملوا لهم مصيدة فئران. أنا عامل لهم مصيدة فئران سياسية شغالة. اعملوا لهم مصيدة فئران على المعركة على الأرض، واللي بتقبضوا عليهم حطوهم هنا أسرى. وطلعوا كرنقاتهم لما هتيجي التلفزيونات الخايبه والاعلام التافه بعد ما تتكشف خيبته او شخته لا مؤاخذه، هيجي هنقول له تعالى يا خايب نفرجك خيبتك. كاتكو خيبه، كاتكو خيبه، دي الخيبه بالويبه، ولسه ياما هنشوف. وعايز اقول لكم على حاجه، وما تهتموش براي الناس فيكم ولا راي الجماهير، وكل سنه وانتم طيبين، والنار تاكل نفسها بنفسها، النار بتاكل نفسها بنفسها. يا مش مشكله، مش مهم، مش مهم. الثوره حلوه وزي الفل ومنورين.